كنشكر الجمعيه مختار السوسي على هاد الالتفاته اللي داروا ليا وكنشكرهم بزاف، والحمد لله كاينين اصدقاء ما شناهمش هذه مده 30 سنه على الاقل 30 سنه 25 سنه، والحمد لله كنشوف كاع الاخوان راهم كاع اللاعبين جاوا، وكنتمنى هذا النهار يكون نهار ديال الضحك وديال ديال كي كنقولوا ايام كره القدم اللي دوزنا في الثمانينات وما قبل الثمانينات. وكنشكر جميع الاخوان وكنتمنى جميع الاخوان حياه سعيده. انا كي جيت حيت عندي ديما اتصالات مع النهضه الرياضيه ستاتيو وعلى ما اظن غادي يجيو هذا النهار، مشيت هذا الشيء كي كنتالم وهذا الشيء كيرجع الاساس المسيرين والناس المسؤولين اللي ولات هذه النهضه الرياضيه السطاتيه في واحد المرتبه لا يرتى لها. وكنطلب ربي سبحانه وتعالى تجي الغيره ديال هاد السطاتيين وينهضوا بالفريق ديالهم ويتجندوا ويعاونوا الفريق ديالهم. وهو هذا التكريم هو جمع ما بين الاثنين، فالجمعية أبت من شحال هذه أنها في كل مناسبة العيد الديني إلا كتكرم أحد من النجوم ديال أولاد المنطقة. وحنا سي عبد المجيد صلاح غني على التعريف، ولد الحومة ولعب معنا ولعب في وفا وداد، لعب في الطاس، لعب في السطات ولعب في الحليب. دونك والاخ عطى شيء الكثير، فابت الجمعيه المختار السوسي الا ان تكرمه في هذا النهار، علما بانه ما عندناش الوقت لانه غادي يسافر لانه كيعيش في المهجر. فرغم ضيق الوقت وهذا الوباء وهذا الشيء كله، فالجمعيه استطعت انها دير واحد لو ديفي، هو انها تنظم هذا لو جيبيلي ان شاء الله اليوم. ومن هذا المنبر كنشكروا الاخ طلال عبد اللطيف اللي مسكين مصاب وكنتمنوا ليه الشفاء العاجل باش يلتحق بنا ويلتحق بالرئاسه ديال الجمعيه باش تزيد القدام.